ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هعمل لكم حاجه حلوه كده بثلاث مكونات بس. هي كريم كراميل، هتعجبكم قوي، ومفيش يعني مفيش حد ما بيحبهاش. قبل ما ابتدي معاكم الفيديو، يا ريت الشير واللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه انا معايا 6 بيضات، ومعايا 3 اكياس فانيليا. على كل بتان بحط كيس فانيليا، ومعايا السكر واللبن. فاول حاجه هعملها ان انا عاوزه الاول اكرمل الكراميل، قبل ما يكرمل اكون عملت باقي المكونات. فاول حاجه هعملها هجيب كوبايه سكر، هي كوبايتين، هحط كوبايتين. ادي اول كوبايه، انا بحب بنحب الكراميل كتير فيه، فاللي عاوز يقلل عن كده يقلل. وهنجيب عليهم 3 معالق ميه بالظبط، وهنحطهم على نار هاديه جدا على البوتاجاز. هدي كده معلقه 2، هحط كمان معلقه، يبقى 3 معالق. واحطهم على البوتاجاز بقى على نار هاديه خالص، واسيبهم كده مع نفسهم، بس عيني برضو اكون عليهم كده. زي ما انتم شايفين بقى هقلب السكر بالميه كده، واسيبه بقى على نار هاديه خالص، وكل يعني عيني عليه وانا بشتغل وبعمل باقي المكونات، اخلي بالي منه وهسيبه بقى لحد ما يكرمل خالص. طبعا كده انا معايا الخلاط. اول حاجه احط البيض، طبعا انا عارفه ان البيض لسه جاي طازه. لو انتم مش عارفين ان هو يعني ممكن يكون طازه ولا لا، يبقى هنكسر بيضه بره البيض خالص. زي ما انتم شايفين الكراميل اهو عماله، انا مطيه عليه خالص بقى ومخليه بالي عليه، بحيث ان هو اول ما يحمر من حته هقلب فيه كله. واللبن حطه على نار هاديه برده، بحيث ان انا عاوزاه يبقى دافي من السكر، عاوزاه يبقى دافي بس من السكر. كده بقى هبتدي ان انا احط الفانيليا معايا 3 دواقي، زي ما احنا اتفقنا ان هي لازم نحط فانيليا كتير عشان ما يبقاش فيها ريحه زفاره. هنيجي بقى على السكر. بصوا لو عاوزينه دلع بتبقى 10 معالق سكر من هي المعلقه بتاعت الاكل بتاعتنا العاديه، فانا هخليه اللي هو الوسط اللي هو 12 معلقه. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. لو عاوزينه بقى معسل نحط معلقتين زياده. ده بالنسبه للسكر. بالنسبه للبن انا هستعمل كيلو لبن. كده هنضرب بقى كله مع بعضه لحد ما اللبن يدفى. يبقى انا معايا 6 بيضات، 3 فانيليا او ممكن تحط 4. معايا طبعا السكر انا هكرمل بيه، معايا 12 معلقه سكر جوه البيض نفسه. وهنبتدي بقى نضربه ونجمعه كله مع بعض دلوقتي. طبعا خلاص كده انا خلصت ضرب البيض بالسكر بالفانيليا، هبتدي ان انا احطه في حاجه كده عشان احط عليه اللبن وابتدي ان انا اضربه. ممكن يتضرب كله في الخلاط. طبعا انا كده معايا اللبن دافي شويه مش سخن قوي، بس هبتدي ان انا احط حبه حبه واقلب فيه. طبعا هقلب بسرعه على اساس ان عندي البيض ما يتكتلش معايا او يستوي. ممكن نعمل الحركه دي في الخلاط. بالشكل ده كده.
كده انا مستنيه بقى الكرمله بتاعت الكراميل يعني يخلص. هي لسه لحد دلوقتي لسه ما مديتش اي لون يعني، هي سخنه معايا عشان كده انا بقلب فيها، يعني انا حاسه بالعلبه من بره ان هي سخنه فعشان كده عماله اقلب فيها. طبعا كده الكراميل زي ما انتم شايفينه احنا يعني مطي عليه خالص، وبحاول ان انا اهزه على البوتاجاز من غير ما احط فيه اي معلقه عشان ما يرجعش ينشف تاني معايا او السكر يجمد تاني معايا، فانا سايباه كده على نار هاديه براحته. وبحاول ان انا طبعا يعني اجيب ديك شويه كده شويه كده بحيث ان انا ايه ما افضلش العب بالمعلقه فيها او اقلبها بالمعلقه، فسايباها كده براحتها. طبعا زي ما انتم شايفين كده هو ابتدى يسيح، ابتديت بقى ان انا يعني اقلب فيه عشان ما يبقاش يبقى واخد لون واحد، مش حته يعني تاخد لون معايا والتانيه مش هتكون لسه خالص خدت لون. فبرضه بفضل موطيه عليه واقلب لحد ما ده كله بقى يبوش وياخد لون معايا. هوريكم برضه هنا كده انا جهزت صينيه فيها قوالب اللي هي قوالب الكريم كراميل. ما عنديش القوالب ديت عشان بس ما يعني ايه الناس ما تقولش انا ما عنديش القوالب، لا مش هعملها. سهل خالص قوي ان انت تعمليها، تجيبي صينيه صغيره وصينيه اكبر منها شويه. ليه؟ لانه بيستوي على بخار ميه، فلازم ان انا احط صينيه وتحتها صينيه تاني او ادخلها في صينيه تكون اوسع منها. وهتحطي برده الكراميل فيها خالص زي ما انت برده بتعملي كده، هتسيحي فيها الكراميل وتسيبيه لحد ما يبرد، وبعد كده هنضيف عليه الخليط اللي احنا عملناه في الخلاط ونحط ميه جوه الصينيه وندخلها الفرن. ده في حاله ان انا ما عنديش قوالب، عندي قوالب صغيره هتنفع، عندي اللي هي في قوالب بتتباع كده اللي هي بتبقى اللي هي القوالب الفويل ديت، دي برده بتخش الفرن فدي برده بيتعمل فيها كل ده ينفع. لكن انا بتكلم ان انت لو ما عندكيش الكلام ده كله سهل قوي تعمليها في صينيه عاديه خالص وتحطيها في صينيه اكبر منها. فانا بس اهوت هو قرب يسيح معايا اهوت خالص، زي ما انتم شايفين هو كده خلاص لونه بقى حلو قوي. مش هغمقه اكتر من كده عشان ما يمررش مني. هاخده بقى على القوالب، هبتدي ان انا احطه كده. طبعا هحطه على الناحيتين هنا وهنا. طبعا عشان كده انا قلت لكم ان احنا بنحبه كتير، يعني بنحبه فيه الكميه بتاعته بتبقى معسله وحلوه. هبتدي بقى وهو سخن كده، هبتدي بقى وهو سخن كده اوزع، بس اخلي بالي وما يبقاش جنبي اطفال، حذاري من الاطفال لان الكراميل وحش جدا 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 ولسعته وحشه، وانا خلي بالي كمان وانا بشتغل بيه اهو كده. وهسيبه بقى يبرد خالص، نفس الكلام الناحيه الثانيه. ده لازم وهو سخن الكلام ده عشان لو برد انا مش هقدر اتحكم فيه اهو كده. هسيبه لما يبرد مش هحط فيه عشان ما يتخلطش، لو حطيت فيه اللبن هيتخلط معاه، فما ينفعش ان انا احط عليه اللبن وهو سخن كده، لازم يبرد نهائي. وهرجع لكم بقى لما يبرد خالص. كده زي ما انتم شايفين معايا ان هو تقيل اهو، مش بيتحرك يعني حركته بسيطه جدا، بس هو لسه سخن طبعا، بس هو كده برد. هبتدي ان انا اصب بقى فوقيه خلطه الكراميل. زي ما انتم شايفين كده خلاص خلصت. قبل بقى ما احط حاجه يعني انا اقول لكم حاجه، طالما انتم حاطين في الومنيا لازم عشان الميه السخنه ما تسودش الالومنيا، هحط بس نقطتين خل كده يحافظوا على الالومنيا ان هي ما تسودش مني. وبعد كده هنقوم بقى حاطين ميه سخنه بتغلي. طبعا كده انا حطيت له الميه السخنه كده، بقى هدخله الفرن لحد ما يستوي خالص واطلعه لكم واوريه لكم. كده هنفتح نبص عليها بقى زي ما انتم شايفين كده، هي كده خدت لون
ازيد من لونها كمان، يعني المفروض دي تطلع فاتحه عن كده. هجيب اي سكينه او اي حاجه رفيعه هدخلها كده، او زي ما انتوا شايفين السكينه طالعه اهي بيضه خالص. 5 دقايق بالظبط، انا موطيه عليه عشان ما يحمرش عن كده، فانا 5 دقايق بالظبط هسيبها، وبعد كده اطلعها بقى واسيبها تبرد خالص واحطها في الثلاجه لمده 3 4 ساعات، وبعد كده بقى نقلبها مع بعض ونشوفها. طبعا احنا كده بقى هنبتدي ان احنا سيبناها في الثلاجه. انا بصراحه كنت عاملاها من بالليل سبتها للصبح، فانتوا ساعتين ثلاثه كده، وبعد كده هنطلعها من الثلاجه باي معلقه صغننه كده، وهنبتدي ان احنا بس نشوف الحروف بتاعتها كده، نضغط عليها بس لتحت بحيث ان هي تبقى لما نيجي نقلبها تطلع معانا سليمه. اهي هسلت بس حروفها كده كلها، وبعد كده هحطها في حمام ميه. هوريكم برضو سخنت ميه او بالكاتل في اي علبه او اي حاجه، هوريكم برضو دلوقتي كل ده معاكم زي ما انتوا شايفين. بسلك الحروف خالص او بسكينه، بس انا بستسهل المعلقه بصراحه. ده كده زي ما انتوا شايفين ميه سخنه، هسقط فيها كده القالب بحيث ان هو طبعا هعرف ازاي ان انا لو عملته كده هبص لقيت ابتدى يتحرك معايا، معنى كده لان انا مطلعه من الثلاجه كان ماسك نفسه، فهو كده خلاص. طبعا زي ما انتوا شايفين كده احنا خلصنا وقلبته، طلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا لو هيتعمل في صينيه مش هنقلبه، لا احنا هنقطع منه عادي ونحط في اطباق وناكل منها. بس انا قلبته عشان خاطر ان هو في قالب. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واقول لكم باي باي. باي.